اليوم بصدد التنسيق لاحتفال يوم الغذاء العالمي اللي هو بيأتي احتفال مع يوم الصحة العالمي. يوم الصحة العالمي احتفلنا به في 7 من أبريل على مستوى العالم. منظمة الصحة العالمية بتدعو لهذا الاحتفال بيوم الصحة العالمي. في هذا العام اخترنا العنوان الرئيسي للاحتفال بيوم الصحة العالمي هو سلامة الغذاء من المزرعة حتى المائدة، تأكيدا على الدور الرئيسي اللي بيلعبه سلامة الغذاء أو الغذاء الآمن فيما يتعلق بصحة المواطن بصورة عامة. النهاردة كان يوم يعني رائع، تم فيه اجتماع ممثلي وزارة الصحة مع مجموعة كبيرة من الوزارات المعنية، وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم، وزارة الزراعة، وزارة البيئة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الفاو أيضا، للتأكيد على الحقيقة الأساسية أن سلامة الغذاء وسلامة المنتج الغذائي سواء في التعامل من المزرعة وحتى مراحل النقل والتخزين والتصنيع ووصول الغذاء إلى المستهلك بصورة آمنة، ومتابعة أيضا الغذاء في مراحل تخزينه المختلفة حتى يصل إلى المواطن بصورة آمنة وسليمة، يترتب عليه حماية أساسية من مجموعة كبيرة من الأمراض. نعلم أن التلوث الغذائي، إذا كنا بنتحدث عن هذا الموضوع بصورة منفردة، في تلوث بكتيري وتلوث فيروسي وتلوث طفيلي وأيضا تلوث كيميائي، كل هذه الأسباب تؤدي إلى العديد من الأمراض التي تكبد المواطن الكثير من المخاطر، وتمثل أيضا عبئا على المسؤولين عن الصحة في مكافحة هذه التلوثات. وما لا شك فيه أيضا الاهتمام بسلامة الغذاء وأمنه، بيقع عاتق كبير جدا على المسؤولين عن الصحة في التغذية العلاجية للحماية من الأمراض، وأيضا الوقاية لمراحل العمر المختلفة، استخدام أغذية تتناسب مع مراحل النمو، وأيضا الأغذية التي تحمي من عديد من الأمراض، مرض السكر، أمراض السمنة، مرض الضغط المرتفع، وأيضا تغذية هؤلاء المرضى وتغذية المرضى في العنايات المركزة، كل هذا مسؤولية أساسية للمسؤولين عن الصحة. وصول الغذاء بصورة آمنة ووصول الغذاء أيضا بمعايير غذائية تساهم في النمو، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عشان الغذاء في السن المدرسي أو التغذية المدرسية. نعلم جيدا أن العديد من أطفالنا يعانوا من العديد من الأمراض أيضا بسبب نقص عناصر غذائية معينة، تم تدارك هذا في عمل برنامج في المدارس المصرية للتغذية المدرسية حتى نحمي أطفالنا من أمراض سوء التغذية. ما زال العمل ولا يزال هناك الكثير من المتطلبات التي لابد أن نعمل فيها كمسؤولين عن الصحة ومسؤولين عن التغذية السليمة لأطفالنا ومواطنينا بصورة آمنة حتى يصل الغذاء إلى المواطن بصورة آمنة. العديد من الإجراءات الرقابية والعديد من الإجراءات التفعيلية التي لابد أن نعمل فيها كفريق عمل مسؤولين عن وصول غذاء آمن من المزرعة حتى المائدة. سلامة وأمان الغذاء والماء ليس مرتبطا بحديثة، ولكن طبعا على مدار طبعا طبعا أنا ما تحدث عن سلامة الغذاء، إحنا بصدد إنشاء الهيئة العليا لسلامة الغذاء والدواء، معنية أساسا بكل أنواع الأغذية التي تصل إلى المواطن وأيضا بأنواع المشروبات. الماء هناك خطة أساسية لأمان المياه، خطة منفردة وإن كانت تندرج أيضا مع المنظومة لسلامة الغذاء والمشروبات، ولكن سلامة المياه تحتاج منظومة أساسية ولها المنظومة المسؤولة عنها. وتعلم أن احنا عندنا بعض المشاكل فيما يتعلق ببعض الأحداث التي قد تدور بسبب تلوث مياه النيل، بسبب هناك العديد من الإجراءات التي يجب تفعيلها حتى نضمن سلامة المياه أيضا. يعني معلش أي نوع من الحشرات تم رصدها وما هي الأمراض التي تسببها، ده يحتاج المزيد من الدراسة. إنما أنا أتحدث عن حشرة انتشرت، هذه الحشرة ما هي وما نوعها، والمسؤولين عن علم الحشرات لابد من معرفة الفصيلة تنتمي إليها والأمراض التي تسبب إليه، أن يتم دراسة الموضوع بالكامل سأتمكن من الإجابة عليه. نعم، إحنا جاري البحث في كل العينات التي تم سحبها من محطات المياه الحكومية وأيضا محطات المياه الخاصة المملوكة للأهالي، وسنعلن نتائج التحليلات بصدق وبشفافية تامة إن شاء الله. التحليلات تم الانتهاء من التحليلات فيما يخص بعض الخواص الطبيعية للمياه ونسبة تحمل المياه من المعادن وأيضا درجة الحموضة والقلوية، ولكن فيما يخص التحليل البكتيريولوجي حتى نتأكد إذا كان هناك تلوث ميكروبي من نوع بكتيريا معينة بيلزمه مزرعة معينة، وهذه المزرعة بتستغرق من 3 أيام إلى 5 أيام. شكرا جزيلا.